سلام، أنا معاد أحبوش. أوكي، وصلنا دابا للحلقة الرابعة اللي غندويو فيها على السيناريو ديال خوت يوسف فاش غيتلاقاو يوسف في مصر. أوكي، يوسف خوتو الأرض ديالهم جاها الجفاف، ما لقاو ما ياكلو، دونك توجهوا لمصر حيت كان فيها الخير والخمير ديك الوقيته، فبغاو يجيبوا الماكلة ومشاو قاصدين مصر. وشكون غيدخلوا عنده باش يجيبوا الماكلة؟ خوهم يوسف، حيت هو اللي كان الأمين على الخزينة ديال مصر. هما بطبيعة الحال ما عقلوش عليه حيت كان كبر وتبدلت الهيئة ديالو، الملامح ديالو والجسم ديالو، ولكن يوسف عقل على خوتو. خوت يوسف بطبيعة الحال راه قاصدين يوسف باش يجيبوا الماكلة حيت جاهم الجفاف في الأرض. فيوسف أمر باش يكرموهم ويضيفوهم وعطاوهم شنو بغاو من ماكلة وما يحتاجوا. خوت يوسف فاش كانوا عند يوسف كانوا قالوا ليه باللي راه عندنا واحد خونا من بانا سميتو بنيامين. اوكي، راه عارفين شكون بنيامين، ويوسف عارف شكون هو بنيامين. بنيامين هو خو يوسف. فيوسف لقاها هادي وجيبه، قال ليهم المره الجايه فاش تكونوا جايين عندي راني وفيت معاكم وعطيتكم الماكله مزيان، جيبوا لي خوكم من باكم ونزيدكم الماكله. شكون خوهم من باهم دابا راكم عارفين، هو بنيامين خو يوسف. يوسف داكشي علاش قال ليهم جيبوه باش نزيدكم الماكله، ولا ما جبتوش ما غنزيدكم والو. يوسف قال الخدامه ديالو حطوا الفلوس اللي جابوهما باش نعطيوهم الماكله، حطوهم ليهم في السكان ديالهم باش عائلاتهم تعرف باللي راه كرمناهم ورجعوا لينا هاد المره هادي طامعين نزيدوهم في الماكله. يوسف بطبيعه الحال فاش حط ليهم الفلوس في السكان ديالهم، يعني امر الخدامه باش يحطوا لهم الفلوس في السكان ديالهم، كان باغي منهم يعني يجيبوا خوهم باي طريقه. البلان ديال يوسف هو يشوف خوه بنيامين وسدات مادام، اما هما ما عنده غرض بهم، يعني هو بغى غير يشوف خوه بنيامين. مشاو الخوت عند باهم، خوت يوسف مشاو عند باهم قالوا ليه راه كرمنا العزيز، ما كانوش عارفين باللي راه يوسف هذاك اللي كانوا عنده، كانوا مسمينه العزيز. قالوا لباهم في المستقبل ما غيعطينا والو الا الى دينا خونا بنيامين، خوهم بنيامين اللي دوينا عليه واللي بغى يوسف يشوفه. حيت قلنا ليه هكا، قالوا لباهم حيت قلنا ليه راه عندنا واحد خونا من بانا سميتو بنيامين، والا ما ديناش ليه ما غيعطينا لا ماكله لا والو. قالوا لباهم خلي بنيامين يمشي معانا وراه تحت رعايتنا ما تخافش وغنردوا ليه البال. قال لهم باهم كيفاش نخليه يمشي معاكم وفات ليا خليت خوه يوسف يمشي معاكم وما رديتوش ليه البال؟ قال لهم نتوما ماشي اللي غادي تردوا ليه البال، راه الله اللي غيرد ليه البال، انا تايق في الله هو اللي غيحفظه ويرجعوا ليا بسلامته. خوت يوسف غيفتحوا سكانهم غيلقاو فيهم الفلوس اللي كانوا باغيين يعطيوهم ليوسف يعني العزيز باش حيت كانوا مسمينه العزيز باش يعطيهم الماكله. دونك البضاعه ديالهم ردت اليهم، يعني رد ليهم الفلوس ديالهم. فلقاو هادي واحد الوجيبه باش يقنعوا باهم يخليو بنيامين يمشي معاهم. قالوا ليه، قالوا لباهم ها انت كتشوف فلوسنا رجعوا لينا، العزيز دار معانا تعامل موت موت زوين، غير طمأن وخلي بنيامين يمشي معانا وراه غنجيبوا الماكله، يعني غنجيبوا الماكله وفيره للعائله ديالنا ونردوا لخونا البال ونزيدوا الجمال، حيت العزيز كيعطي لكل كل واحد فينا، كل شخص كيعطيه البعير يعني الجمل، والا دينا خونا بنيامين غيتزادنا جمل اخر، وهو راه ساهل عنده يزيدنا جمل. فباهم يعقوب قال لهم غنخليه يمشي معاكم حتى تعهدوا لي وتحلفوا لي بالله باللي غتهلاو فيه وتردوا ليه البال وترجعوه ليا بسلامته من غير حاجة وحدة، إلا ما قديتوش تسلكوه إلا وقعت شي حاجة كبيرة عاوتاني، وقدر الله يعني كي تدخل ما عندكم ما تديروا. غادي تعهدوا ليه ويحلفوا ليه باللي غيردوا البال لخوهم. قال لهم يعقوب توكلوا على الله وكفاتنا شهادة الله، يلا توكلوا على الله وسيروا. قبل ما يمشيو نصحهم باهم يعقوب قال لهم وليداتي ملي تدخلوا لمصر ما تدخلوش من باب واحد، يعني كلكم تدخلوا من باب واحد باش ما تضربكمش العين، دخلوا من بيبان مفرقه وراه مامنين بالله والقدر ديالو، انا غير سباب والله عنده الكمال وهو على من كنعتمدوا حنا كمؤمنين.
باش ما تضربهمش العين اعطاهم باهم هاد النصيحة هادي باش يدخلوا من بيبان مفرقة. وداك الشي اللي وقع، داروا بالنصيحة ديال باهم الولاد دخلوا من بيبان مفرقة وما ضرباتهمش العين، نفعاتهم النصيحة ديال يعقوب حيت الله علمه الوحي، ويعقوب عليه السلام خدا داك الشي من الدين ديالو ومن داك الشي اللي تعلمه. المهم جات دابا اللحظة ديال التشويق، الإخوة دخلوا على أخوهم يوسف مع أخوه بنيامين. كان بنيامين كبر ديك الوقيتة، فيوسف وخوه بنيامين تعزلوا في واحد البلاصة وبقاو كيدويو بيناتهم. فدوا معاه يوسف وقال ليه أنا أخوك، أنا أخوك يوسف، ما تقلقش وما تشدش في خاطرك على هاد الشي اللي داروا فيا أخوتي. يوسف قال ليه اكتم هاد الشي بيناتنا وخليها أخويا، خلي بيني وبينك هاد الشي. من بعد ما سالت الهضرة ما بين يوسف وخوه، يوسف امر باش يكرموهم عاود تاني بالماكلة، ولكن هاد المرة قال للخدامة ديالو المكيال باش كيكيلو، داك المكيال اللي كيكيلو به الماكلة، البانيو ديال الملك، حطوه في الصاك ديال الجمل ديال بنيامين، وبلا ما يحسو خوتو باللي راه حطينا هاد المكيال. وفاش هما غاديين في حالاتهم راجعين من مصر لبلادهم، واحد البراح كيعيط من بعيد، واحد البراح ديال مصر. المهم بدا كيعيط وكيقول وامالين الجمال وانتوما شفاره. قالوا ليه خوت يوسف شنو مشى لكم، شنو مشى لكم من مصر، حنا ماشي شفاره. قال لهم البراح مشى لينا المكيال ديال الملك، البانيو ديال الملك مشى لينا، واللي لقاه عنده مقدار ديال الماكله وانا الضامن. قالوا ليه والله ما جينا لمصر باش نشفروا ولا شي حاجه، وماشي خصايلنا هادو، وحنا ماشي من الصفات ديالنا اننا نشفروا. قال لهم البراح هو ودوك المكلفين بالبحث على البانيو ديال الملك، شنو هي العقوبه ديال الشفار في بلادكم؟ الا صدقتوا نتوما كاذبين علينا شنو هي العقوبه اللي نديروا لكم؟ قالوا ليه خوت يوسف الشفار الا حصل في بلادنا عنده واحد الحكم، هو انه كيترد داكشي اللي تشفر لمولاه ويولي عبد عنده، كيولي رق عنده. هكا كنحكموا على الشفار، وهذا هو الدين ديالنا والسنه ديالنا على الشفار. كنظن غتكونوا فهمتوا علاش يوسف حط المكيال في الصاك ديال الجمل ديال خوه بنيامين. ما فهمتوش؟ اوكي تسنى. المهم خوت يوسف رجعوا عنده وبدا كيقلب فيهم واحد بواحد، كيقلب في السكان ديالهم اللي في الجمال ديالهم. الجمل ديال خوه غيوصل ليه، يعني الجمل ديال خوه بنيامين، وصل للصاك ديالو ولقى فيه المكيال ديال الملك. هاد الخطه دارها يوسف باش يبقى معاه خوه بنيامين. المهم الشريعه ديال الاخوه ديال يوسف قضات معاه وخلاته يشد خوه بنيامين يبقى عنده، حيت خوت يوسف فات ليهم قالوا ليهم باللي اللي شفر كيولي رق لهذاك اللي شفرو، يعني داك خينا اللي تشفر كيولي هذا اللي شفر رق عنده. صافي دابا بنيامين هو وخوه يوسف بوحدهم دابا، وما عندهم كي يديروا ياخذوا خوهم. الاخوه ديال يوسف دابا غيقولوا ليوسف الا كان هو اللي شفر البانيو ديال الملك، دونك راه خوه شقيقو هو اللي غيكون شفر من قبل، دونك تعلم منه الشفره. خوت يوسف كانوا حاقدين على يوسف، هاد الهضره كيقولوها في وجه يوسف وما عارفينش باللي راه هو اللي كيهضروا معاه دابا، يعني تيسميوه غير العزيز ديال مصر. فهو كيسمع ما بينش ليهم باللي داكشي اللي سمع منه تقرص منه شويه. هو يقول في نفسه نتوما درتو ما خيب، درتو ما خيب من هادشي اللي كتلوموني به، من داكشي اللي درتو ليا هو انكم تامرتو عليا، وربي راه شاهد وعارف الكذوب والافتراء ديالكم. غايقولوا ليه خونا بنيامين خاص ضروري نرجعوه، حيت وعدنا باه باهم يعقوب، وعدنا باه باللي راه خصنا نرجعوه ليه كيف ما كان الحال. عافاك العزيز، يعني كما قلنا كانوا كيسميو العزيز، ما كانوش عارفينو باللي خوهم يوسف. عافاك العزيز راه عنده باه كبير في السن وكيبغيه وما يقدش يصبر الا بعد عليه. ها انت شوف معانا هاد الحل، خد واحد منا وخلي بنيامين يمشي معانا نرجعوه للوالد ديالو، حنا عارفين كتعامل زوين وكتحسن لينا ولغيرنا. قال ليهم يوسف ما نقدش، ما نقدرش ناخد شي واحد بلا موجب بالشرع، من غير اللي شفر هو اللي غيولي رق
وهذا الشيء اللي درت انا، ولا غنولي وظالمين في هذه الحاله هذه. الاخوه ياسوا من اللي عطاهم هذا الجواب، تجمعوا بيناتهم وانطق كبيرهم في السن، والخوت بانا راه عطانا العهد باش نردوا ليه خونا حتى نتغلبوا، حتى ما نقدوش ناخدوه الا وقعت شي حاله خطيره عاد نسحبوا. ياك من قبل درنا غلط وتامرنا على خونا يوسف وما رديناش ليه البال، دابا ما غنتفارق من هاد البلاد، من هاد الارض ديال مصر، حتى ياذن ليا الوالد يعقوب باش نفارقها، ولا ربي يقضي لي نخرج منها وناخد خويا بنيامين ونرجعو للوالد. والله سبحانه هو العادل وهو اللي غيشد لنا الحق من اللي فصل بين الناس. اوكي، كنتمنى نكون شرحت هاد القصه هادي. باقي ما كملنا، قريب غنكملو ان شاء الله. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، الى اللقاء.